منتابع نحن وياكم عبر حكي جالس دوت تي في الاونلاين سيشن، التواصل من خلال الويب سايت الموقع الالكتروني تبع ال بي سي و www.hkijalis.tv. السؤال الليله يلي عم ينطرح هو هل ممكن تتقبل مشاركه المتحولين جنسيا ببرامج الهواة العربيه من بعد فوز كونشيتا فورست بمسابقه اوروفيزيون 2014؟ لهلا نتيجه التصويت 49.2% بيقولوا نعم و 50.8% بيقولوا انه هن ضد. 0965885 هو رقم التليفون لكل اللي بحب يحكينا ويشارك باعطاء الراي بهذا الموضوع. مع ما شفتوا الديبيت يلي صار بين هادي شراره وكارول صقر وجات شويري يلي عطى رايه، فاذا 0965885 وعم ناخذ ارائكم عبر تويتر وعم ناخذ ارائكم على الفيسبوك، رح نحاول نقرا قدر الامكان. عبر تويتر ادال بتقول اكيد بالنهايه هن بشر مثلنا مثلهم وانا بتقبل مشاركتهم. لبناني بيقول عندي مشكلة انه اقبل الفستان مع اللحية وانا بأيد هذه شرارة برأيه. ماريا عقل كمان عبر مواقع التواصل الاجتماعي بتسأل ليش هن منهم بشر وبتحكي كمان عن هذا الموضوع. سي عكاري بتقول انا ضد وبقوة لانهم اشخاص مش طبيعيين ومخالفين. الشاعر سامر العاشق بيقول لا قانون ودين يمنعهم عن الحياة. نسيم كمان في عنا بيقول بالتأكيد مع أنهم أنا أكيد وأنا موافق مع أنهم أنه يشاركوا ببرامج الهواة بالعربي. نيوز غير شكل كمان بيقولوا صحيح فيها تكون متحولة جنسيا عادي، ولكن ليه الإصرار على الشذوذ أنه أنثى مع لحية؟ هو موضوع اللحية اللي عامل استفزاز. بياخد أول اتصال بالأونلاين سيشن من ماريلياس على 0965885. ماري تفضلي. بونسوار. بونسوار تفضلي. ليش البنات والشباب بيلبسوا مثل بعضهم؟ بيلبسوا بنطلون وجرافات وجاكيت وكل شيء. نعم. شو السبب؟ لحتى اوكي هيدي. جو معك تفضلي، عم تقول هيدي بطل معنا بس عم تقولي انت شو ليه عم تسألي هذا السؤال؟ لأنه نحن معهم. نعم. ايه. يعني أنا بفهم ماري إنه أنت عم تقولي بما إنه الرجال والنساء في لباس مشترك بيناتهم إنه أنت مع هيدا الموضوع. إيه شالي وإذا لبست فستان. نعم. ويا ريت نعم. الأستاذ وهالتلاميذ اللي عنده بالمجلس بيتحولوا بركي بيطلعوا منه شيء وبننجح. ماري عندك أولاد؟ أكيد. ما عندك مشكلة إنه أولادك يكون مثالهم الأعلى حدا مثل كونشيتا فورست؟ ما بهم. نعم. المهم يكون ناجح. نعم. شكرا لك ماري، شكرا لك ولا رأيك. كل بيحبوا يعطوا رأيهم كمان عبر الويب سايت 0965885. طارق تفضل. بونسوار. اهلا وسهلا فيك تفضل. لا انا 100% مع الشاب، وهذا الشيء الوحيد اللي بفرجينا انه نحن كعرب وين بعدنا وين رح نضلنا. نعم. هن ربحوه ما طلعوا لا على شكله ولا على جنسيته ولا على اصله ولا على فصله ولا على شيء، طلعوه لانه قدم فن حلو. نعم. فنحن ما بعرف ايمتى رح نوصل لنصير ربعهم ونعمل مثلهم، بس نحن طالما عم نلحق بس الشكل، بنت حلوه لحقناها، شاب صوته حلو شكله بشع ما طلعناه، فنحن عرب بنضلنا هيك وما رح نتقدم ونصير مثلهم. واكيد لو بدي تفضل. عم بسمعك. نقطع الخط مع طارق ولكن وضح رأيه. بياخد اتصال كمان 0965885. وبذكركم احنا متابعين اونلاين على الويب سايت. ميليسا تفضلي. مساء الخير. بونسوار. بونسوار تفضلي، اهلا وسهلا فيكي. انا برأيي انه هو حر بحياته، بس اكيد انا ضد هالشغلة لانه مش معروف هو شو. يعني نحن بنظرتنا بدنا نشوف الشاب مع دقن اوكي والبنت مع الكعك تبعولها مثلا. يعني حضرتك من وجهة نظر هذه شرارة. نعم. شكرا لك ميريسا. علينا نشوف نعم. انه منه كامل. نعم شكرا لك. كمان بياخذ مزيد من الاراء عبر السوشيال ميديا. لكن كمان طلع معنا اتصال على 0965885. توني فغالي بيقول الفن ما له حدود،
وهو مؤيد. وانا بحب اقول لكل اللي هلا عم بيتابعونا على www.حكيجالس.tv الموضوع اللي عم نتناقش فيه من بعد فوز كونشيتا فورست بمسابقة ايروفيزيون 2014 وهو متحول جنسيا من بعد ما ربح صار في ديبيت او صار في نوع من نقاش حول هذا الموضوع. والسؤال اللي عم نطرحه لللبنانيين للعرب وللمقيمين بالعالم اللي عم بيتابعونا هلا اونلاين، هل بتتقبلوا مشاركة متحول جنسيا ببرامج الهواة العربية؟ ألسي مساء الخير. بونسوار، كيفك؟ ماشي الحال؟ تفضلي، بهمنا نعرف رأيك بهذا الموضوع. أنا ضد هالشغلة إنه يطلع باللحية على المسرح. نعم. بس بيقولوا إنه مثل ما خلقك ربك ضلك، وأنا ضد الترانسليشن. ما بتعتقدي إنه لأنه اليوم الطب برهن إنه في حالات كثيرة السبب هو طبي وسبب جينيتك جيني، يعني لازم يعملوا عمليات البعض منهم. طيب إنه هن حرين يعني آخر شيء يعني. عرف كيف؟ بس إنه ما بعرف. انت ضد المشاركه بالبرامج يعني الهوايات بالفنيه؟ مضبوط. نعم، شكرا لك، اهلا وسهلا فيك باحكي جالس دوت تي في. فاذا 0965885 6 لمزيد من اراء المشاهدين يلي ما قدرنا ناخذ رايهم يمكن بالحلقه او عبر تويتر يمرق بالحلقه، وعم ناخذ رايكم هلا بالاونلاين سيشن يلي من بعد كل حلقه من احكي جالس بتتابعونا اونلاين على الويب سايت على الموقع الالكتروني. لهلا نتيجه التصويت كانت واصلة ل 50% ضد و 49% مع. هلا النتيجة عم بيخبروني بلشت تتغير عبر الفوتينج عبر التصويت على السؤال هل بتتقبلوا مشاركة المتحولين جنسيا ببرامج الهواة. هلا بعطيكم النتيجة ولكن خليني أخذ أنياس تمنى نطلع على الخط. مساء الخير. مساء الخير، أهلا. تفضلي أنياس. أنا بالنسبة لي أكيد لا، بفضل انه ما يظهروا هيك اشخاص على ببرامج هواد ببرامج ظاهره، لان بفضل انه اولادي ما يشوفوا هالمناظر. نعم، انه رجال رجال، المره مره بالنسبه لي، وبفضل انه ما عندهم شيء هن مشكله لهم يحلوها لحالهم بدون ما يفرجونا حالهم. شكرا لك ولا رايك، اهلا وسهلا فيك بحكي جالس دوت تي في. خلينا نشوف النتيجة شباب إذا فيكم تعطوني أبديت على السؤال اللي طرحناه، هل بتقبل مشاركة المتحولين جنسيا ببرامج الهواة العربية نعم أم لا؟ النتيجة لهلأ صارت الأغلبية عم بأيدوا الرأي هادي، صاروا 60.2% مع عدم المشاركة و 39.8% بيقولوا نعم مع مشاركة المتحولين جنسيا ببرامج الهواة العربية. لحد هون رح اختم الاونلاين سيشن، وانا بتمنى انه اخذ ارائكم كمان على تويتر يلي هو تويتر احكي جالس، واللي هو ات احكي جالس، واللي هو ات جو معلوف تي في. كمان بنقدر من بعد الحلقة هلا ولا بكره نتحاور بهيدي المواضيع كلها يلي طرحناها. تصبحوا على الف خير، تابعونا كل اسبوع من بعد كل حلقة على ال بي سي اي والال دي سي لحكي جالس، بتتابعونا كمان باونلاين سيشن على www.حكيجالس.tv. تصبحوا على الف خير والى اللقاء.